عندها العديد من المشاركات كممثلة في عدة أعمال مغربية، ما غاديش نهضر عليها بزاف، أعمالها هضرات عليها ومازال غادي يهضروا عليها ناس أخرين هنايا سور سين. غادي ننادي تحت تصفيقاتكم على الفنانة فاطمة لوكيلي. Plusieurs films de cinéma et de télévision qui ont fait le plein de spectateurs. Elle a joué sous la direction de Farid Abiyazid, puis sous celle de Jilali Farhati, à Madame Fatema Loukili. لالا فاطمة، ولكن قبل غادي نادي على الفاعلة الثقافية ماريا طعيف. إذا درع تكريم المهرجان تسلمه الفاعلة الثقافية ماريا طعيف للفنانة فاطمة لوكيلي. لحظات صادقة، لحظات مؤثرة، احتفاء بمسار حافل بالعطاء والإبداع. وأكيد لالا فاطمة بغينا نسمعوك هاد الليلة في هاد العرس الفني، في هاد العرس السينمائي اللي كيحتفي بيك. ما كيمكنش لك توصف بكلمات دقيقة الحالة ديال الفرح ولا الحالة النفسية اللي كتكون فيها في مثل هذه اللحظات. التكريم راه شي حاجة اللي هي عظيمة وكبيرة، راه واحد الاعتراف كبير جدا بأنك واحد الإنسان اعطيتي في المجال اللي انت فيه او لا في مجالات اخرى، المهم انه البلاد كتعترف لك بشي حاجه. ولذلك انا كنشكر هاد الناس هادو كلهم اللي ساهرين على هاد الحفل الكبير واللي ساهرين على القطاع ديال السينما. وكنشكر اصدقائي وصديقاتي والناس اللي علموني والناس اللي خدوا بيدي الى اخر. هو خريج مدرسة الوطنية العليا للسينما ببولونيا، عنده العديد من الاعمال التلفزية والسينمائية كتابة وإخراجا. هو أيضا شاعر وأديب لصدرت له العديد من الكتب والدواوين وأشياء أخرى مازال غادي نتعرفوا عليها بالصوت والصورة. إنه الفنان الكبير عبد القادر لقطاع. درع التكريم يسلمه الناقد السينمائي حمادي إيروم للمحتفى به الفنان عبد القادر لقطع تحت تصفيقاتكم. هو شعور بطبيعة الحال، أنا كما قلت في سميتو حسيت براسي أنني هذا اليوم هذا خصني نشكر واحد المجموعة ديال الناس، وهذه المجموعة كبيرة. كان خصني نشكر المركز السينمائي على هذا التكريم، خصني نشكر كل العاملين في ميدان السينما، يعني كمخرجين مخرجات ومخرجين، ممثلات وممثلين، و كل عاملين في الميدان الفني والتقني. كما كنت أريد مثلا أن أشكر النقد والصحافة على الدور اللي كيلعبوه في الحياة السينمائية المغربية. يعني من اللي كتراجع نفسك، لأن هذا التكريم كيجعلك تراجع نفسك وتشوف المسار ديالك، وهنا كتلقى على ان كاينه واحد مجموعه ديال الناس اللي شاركوا في العمل ديالك واللي عطاو واحد العطاء، يعني اللي هو اللي جعل منك مخرج نقدروا نقولوا رائعه من روائع الفنان الكبير لطيف لحلو تحت تصفيقاتكم. كيدار بلي هاد الدورة هاد المهرجان الوطني الفيلم غتكون متميزة، لأنه كلشي جديد وحنا كنطلبو مجتمع جديد في اللغة السينمائية، في الكلها ديالها، في
التقديم ديالها وهادشي اللي قلت قبيله في الكلمه ديالي. وكان عندي واحد الشعور خاص لانه شحال هادي ما قابلت الجمهور وثابت قدام الجمهور وخرجت لي في قلبي كله. Nous déclarons ouvert la 23e édition du Festival national du film.